قامت القوات المسلحة بالدفع بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، وذلك في أماكن تواجدهم على مدار عدة أيام. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق. وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، إحنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة من غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب، بالذات شباب شلاتين. ألف شكر. اللجان التجنيدية جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادة طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحة لتوفير الشهادة في المنطقة وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطة الصحة لأنه بيحاول يبني إنسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به ظروف، خصوصا أنه في منطقة حدودية بيحتاج أنه ينشئ جيل صحي قوي أنه يجابه المخاطر الأوضاع الموجودة، فدي بتعتبر المجهود الموجودة جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحة. تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم.